عقود جديدة أخيرا أعلنت عنها شركة أبل، والأنظمة الجديدة والأجهزة كلها بكل اختصار بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مقر أبل ومن أمام قاعة ستيف جوبز طلع المؤتمر الأخير حق المطورين WWDC، مو اللي فيه الآيفونات، لا يا جماعة، هذا اللي يطلع فيه نظامهم، أنظمتهم الجديدة، تطويراتها، تحسيناتها، بعض الأجهزة وأيضا نظارة واقع ممزوج تم إعلانها. فخليني على طول أعطيكم الزبدة والملخص قبل ما ابدا. اكيد دائما تابعوا، وكل جديد من كل اماكن في العالم اول باول باذن الله. اول شيء لما نتكلم عن النظاره ببدا فيها، النظاره هذه موجوده على اساس من خلالها يتم تطوير منظومه التطبيقات من وجهه نظري، بس مش تفاصيلها. نظاره كامله تتربط من الوجه من الجهه الخلفيه، يمديكم تحزمونها على الراس على اساس ان تجيب الشكل الصحيح، عدسات داخليه حيث انه مثلا اذا انتم تلبسوا نظارات طبيه يمديكم تحطوا كل عدسه على الجهه الداخليه على اساس انكم تحصلوا على تجربه بدون الحاجه للنظاره. ايضا من خلال النظاره يمديكم تفتح نفس العالم اللي موجودين فيه وتحطوا له الإضافات، أو نقدر نقول تعزيز الواقع الحقيقي اللي أنتم موجودين فيه. تكون موجودين مع أكثر من سطح مكتب، تخيلوا معاي الأمثلة ومن خلالها يمكن توضح لكم الفكرة. تشوفوا فيلم بشاشة جدا كبيرة، أو أنكم قاعدين في المكتب وعندكم أكثر من شاشة للكمبيوتر، وفعليا يمين يسار تروحون، بل أنه شاشة الكمبيوتر حقتكم تسووا لها AirPlay وتظهر عندكم وتقدروا تتفاعلوا معها. تحتاجوا صوتكم وأيضا عيونكم و يدينكم عشان تتحكموا بالأشياء اللي موجودة. أتوقع الأمر لسه يحتاج إضافات أخرى زي أيادي البلاي ستيشن وغيرها للاستمتاع بمحتوى الألعاب. المهم النظارة هذه حتطلع بداية السنة القادمة عام 2024، سعرها حيكون $3,499 مبدئيا. هذه نسخة البرو لأن اسمها فيجن برو. فيجن برو هذه أتوقع لها نسخ ثانية أخف بالسعر وأهم، كون أنه برو متعودين يكون في برو عادي وأيضا يمكن يكون في ألترا. ما علينا، هذه النظارة تطلع بداية السنة الجاية، غير متوفرة لللمس والاستخدام حاليا، حتتوفر أتوقع للمطورين على أساس يطوروا عليها منظومتهم. هالنظارة قد تؤتي بشيء جدا جديد لعالم الواقع الافتراضي، كون أنه أبل بمنظومتهم الضخمة هيبدأوا يستثمروا في هالمجال اللي فيه شركات سابقة. بتكلم عن الموضوع لاحقا على مقارنات وأشياء ما بين الأجهزة، بس الحين لا، من حق مؤتمر أبل يحصلوا على كامل الملخص. أنتقل الحين وأقول أنه أبل أعلنت عن تحديثات على الأنظمة التشغيلية حقتها من ناحية الآيفون، ومسألة الزمج ما بين نفس الملخصات اللي موجودة على الوجت، أيضا من ناحية شاشة الإغلاق، الاجتماعات، وبعض التحسينات اللي موجودة وذكرتها بالتلخيص. أيضا لو تكلمنا على تحسينات في الآيباد أو إس، تحسينات في الواتش أو إس، وأيضا نتأكد على تحسينات في منظومة الإيربلاي، منظومة برضو الشيربيلتي والمشاركة، أحد أبرز المهام اللي تكلموا عليها في التحسينات مسألة النيم دروب، إنكم تقدروا من آيفونين تجيبهم مع بعض أو آيفون وساعة تنقلوا نفس معلومات التواصل ما بينكم بين شخص واحد مع التأكيد. تكلم عن منظومة تطوير كثيرة من ناحية أجهزتهم، الآيبادات، الماكات، الآيفونات وغيرها، بجيب لكم ملخصات للأنظمة اللي تبدأ تتوفر للمطورين من الحين ولاحقا في الخريف، ما أتوقع مع الآيفونات الجديدة يبدأ تحميلها على جوالاتكم الحالية. أيضا تكلم عن مجموعة أجهزة جديدة، فمثلا أول حاجة معالج الـ M2 Ultra، المعالج هذا اللي جابوه على الاستوديو، اللي جابوه أيضا على الماك برو، وحطوا نسخ مختلفة، وأكيد لأول مرة شاشة 15.3 إنش على ماك بوك إير، هذا الجهاز اللي حيبدأ بالتوفر أو الطلب من الحين التوفر على طول من الأسبوع القادم. هذا الجهاز نسخة نتوقع أنه حتكون أقرب للناس من ناحية مساحة الشاشة الأكبر والصوتيات الأفضل، ومزيج من تقنيات المنظومة الصوتية مع الكاميرا الأمامية ومتابعة الشخص. هذه الأشياء أعلنت عنها أبل الحين. أكيد بتسألوا والآيفونات، الآيفونات دائما متوقع في شهر سبتمبر بحكم العادة أبل تطلع هناك وتتكلم عليها، بس من هنا لهذاك الوقت اعرفوا انه حيكون في كثير من الحديث عن منظورة النظارة حقت الواقع الممزوج حقت ابل، وفي كثير من التطورات اللي حتصير من كل مكان. تابعوني هذه الزاوية، هناك المكان اللي في القاعة، ندور معنا ونشوف نفس هذه قاعة ستيف جوبز، هنا موجودة الأجهزة اللي انتم قاعدين تشوفوها بشكل جدا كامل. شوفوا كل الإعلاميين اللي جاي من حول العالم قاعدين يصوروا محتواها دائما وابدا. اول شيء يعطي عبد الله الغفيص العافية اللي قاعد يصور الحين، وأيضا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأشوفكم على خير بإذن واحد أحد. يا ملك.